فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أن الأمر بالمخالفة يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم مقصودا للشارع من وجوه. وقفنا عند قوله الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق مخالفة أهل الكتاب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يصبغون، يعني لا يصبغون الشيب، لا يصبغون الشيب في اللحية والرأس، ولا يغيرونه عن البياض، فأمرنا أن نخالفهم في ذلك وأن نصبغ مخالفة لهم. وذكر أن الشارع إذا أعقب الحكم بوصف مرتب بالفاء فإنه يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين. فمن أدلة العلة أن يتعقب الحكم وصف مرتب بالفاء، وتقررت هذه القاعدة أن مخالفة أهل الكتاب أمر مقصود للشارع من أجل مباينتهم والتميز عنهم، لئلا يسري إلينا شيء من دينهم ومن عاداتهم الخاصة بهم. فلما كانوا لا يصبغون أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بصبغ الشيب، فدل على أن صبغ الشيب أمر مشروع، وأن العلة في مشروعيته هي مخالفتهم، وهذه قاعدة أن مخالفتهم أمر مطلوب. هذه من جزئيات هذه القاعدة.